يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. سلام سلام، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ نتمنىكم تكونوا بخير ويلقاكم هاد لا فيديو في اتم الصحة والعافية. واليوم كيف ما عودتكم بحال ديما كل نهار جديد، قصة ديال اليوم غادي تحكي معاناة ديال واحد الانسانة مظلومة وجات تشارك معكم بالقصة ديالها، وبغينا نسمعوها كاملين. عفاكم ما تنسوهاش بالنصائح ديالكم، وما تنسونيش بالتعليق الجميلة اللي كتحفزني باش نزيد معكم من القدام. الجيمات ديالكم والكومنتات ديالكم راهم كيزيدوا فيا النص. شكرا ليكم كاملين كاملين، كاع الناس اللي كيبغوني حتى انا كنحبكم بزاف والهلا يخطيكم عليا. ويلا نبداو الحكايه ديال اليوم اللي مولاتها كتقول: السلام عليكم، الاسم ديالي فردوس وفي عمري 35 سنه، واليوم جيت نبارطاجي معكم الحكايه ديالي وبغيت نخليها عبره لكاع العيالات وحتى للرجال. انا بدايه غادي نقربكم مني شويه وغادي نعاود لكم على حياتي كيفاش عشتها وكيفاش كانت من الصغر ديالها حتى لدابا. انا تربيت وتزاديت وسط عائله الحمد لله على قد الحال، السمعه ديالنا كانت طيبه في الحومه كامله، ما كان عندنا الحمد لله حتى شي مشكل. قريت وتعلمت وجريت ونقصت ودرت جميع الحوايج اللي كيديرهم البنات في قدي في العمر ديالي، ولكن واحد الوقيته كان وقع لينا واحد المشكل وسط الاسره الصغيره ديالنا. الاب ديالي كانت تلوت عليه واحد خيتي، الاب ديالي كانوا الناس كيحلفوا به، ولكن من بعد السيد تبدل على امي. ديك الوقيته كنت انا كنقرا في الثامنه، كنت دائما كنسمعهم كيتخاصموا، ولكن علاش وكيفاش هذا امر كان كيخصهم، وما كنتش كنبغي ندخل انا لاخوتي. بالمناسبه حنا جوج ديال البنات وجوج ديال الذكور، انا هي الكبيره فيهم. ملي وعيت في الدنيا وليت كنعرف، لقيت الوالد والوالده ما متفاهمينش، امي دائما كتشك فيه وكتقول لي راه كنتي مع فلانه وكنتي مع علانه، هو كان كيقول ليها انت راكي غير كتزيدي فيه، انا راه ما كنخونك ما حتى شي حاجه، غير انت انسانه منويه وهكا دايره، شنو غادي ندير لك الا كنتي انت انسانه مريضه في عقلك وكتشكي فيا. ولكن الشك ديال امي مسكينه ما كانش غير مجرد شك ووهم كيف ما كان كيقول ليها الوالد. فعلا الوالد كان كيخون امي مع واحد الانسانه، وربي سبحانه وتعالى فضحهم. من بعد السيد صافي لقى راسه تفضح تفرش، قال ليها واحد جوج ثلاثه انا غادي نتزوج، بغيتي مرحبا ما بغيتيش الباب وسع من كتافك. صافي حطها في الامر الواقع. الوالد ديالي صدمنا كاملين وكاع الناس تصدموا فيه، حيت داك الانسان ماشي ديال داك الشيء هذاك، واخا كان كيدير شي حاجه كيديرها مستوره. وراكم عارفين المراه مسكينه ملي كيكون كيخونها راجلها راه كتكون عارفه وعايقه به. ايوا هي هذيك. الاب ديالي جاب على امي الضره بالهلا يطريه لها مسكينه، واخا غضبات ومشات لدار باها داتنا حنايا كنا يلاه جوج ديال البنات، وكانت مازال ما جاتش جوج ديال الدراري حيت الدراري هما الصغارين. ايوا هي هذيك. فاش غضبت عند جدي لقات المشاكل مع واحد خالي، هاد خالي كان بلي وما كانش كاع كيحترمنا. واحد النهار حصلاتو شاد اختي الصغيره وقاس كيتعدى عليها، انا بديك الوقيته كنت كبيره شويه كنت كنقرا في الكاتريام. ايوا هي هذيك. ملي شافتو الوالده كيتعدى على اختي صافي تما قررت انها ترجع للوالد، مع العلم انها عام وهي غضبانه عليه وما كان لا مطلقها لا والو. قال ليها الا بغيتي تطلقي سيري دفعي طلاقك انتيا، انا ما عنديلاش نبقى نطلع ونهبط في المحاكم، اصلا ما باغيش نطلقك، انا فعلا تزوجت عليك ولكن هذا لا يعني انني غادي نطلقك. المهم وقعوا نقاشات ومشاكل. والديا مساكن كانوا ناس كبارين، اما خوالي واحد ما كاينش في المغرب كاين في اوروبا، والاخر كان بلي. بالنسبه لخوالتاتي مساكن ما عندهم حتى هما جهد عليها. ايوا في اخر المطاف عيطت للوالد وقالت له اجي دي بناتك شنو وقع شنو وقع. جا الوالد تخاصم مع داك خالي كانوا تقاتلوا هو وياه، تما قرر انه يرجع امي، ولكن امي مسكينه رجعت للكنار وكاملين رجعنا ليه، حيت المراه اللي تزوج بها الوالد غير واحد بنت تلقى في حشاكم، ما كتحشم ما كتسحي، وما عرفناش كيفاش تلوت على الاب ديالي. حتى من بعد غادي نعرفوا ان كان كليان عندها، عفوا كانت كليانه ديالو، هو كان كيدير داكشي ديال بلومبي وكان كيمشي يصاوب ليها داك المسائل ديال الماء وداكشي في دارها، وتما تلوت عليه. ايوا السيده كليانه ديال الوالد صدقت ولات مزوجه به ووالده معاه الولاد، تصوروا الشر اللي غادي يجيبها طلعت حامله. وهي السيده ملي حملت وهي هزت نفرها في السماء، والمشكل العويص اللي كنا كنعانيو منه انه جابها لينا لنفس الدار وحنا يلاه كارين. الوالد الصراحه كيف ما كيقول واحد المثل الزلط والتفرعينه،
هو يلاه كاريهم قاتل مع الضو والماء والمصاريف ومشى زاد مره واحده اخرى. قال لك سيدي حقا والواد هاد السيده كان ميت ليها الراجل وخلى لها الورد ولكن غير كتبات عليه ما كاين لا ورد لهم يحزنون. المهم هي بغات تزوج صافي لقات راجل ما منعاتوش، وخصوصا ان الوالد ديالي مسكين راجل غير نيه وخالي تقول لي باك طمع. راه عين بنو ادم لا تملاها الا التراب، هو طمع وطمع وكبر كرشو بزاف ولكن في الاخر تفرقعت عليه غير بوحدو حيت لقى مشاكل مع مرتو الثانيه. ماشي غير حنا اللي لقينا معها المشاكل، حتى هو كان كيعاني معاها بزاف. كانت السيده ما كتجلسش كاع في الدار، كتضل تطوح كرشي على فمها وهي دور 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 كل مره فين كيلقاها. في الاخر قال لي عيط تجلسي في الدار، مرحبا يا تزيدي خلفه مع الطريق يلا ما نحبش نشوف كمارتك هنا. ايوا صافي في الاخر لقات راسها داكشي هذا كاع ما مسلكهاش، نطيح داكشي اللي في كرشها. هو عنده 3 شهور الله العظيم الا بقى فينا الحال حنا بزاف. قلنا زعما علاش قتلت روح؟ هي مازال حتى ما سخنتش بلاصتها وناضت كتحمل مع الوالد زعما باش تشدو، ولكن الوالد ما كانش عنده مع داك الدخول والخروج، كان دائما كيعايرها بالوالده وكيقول ليها هيا تبارك الله ملي تزوجت بها ما عمرني ما جيت ولقيتها برا من الدار وديما كنلقاها في دارها. وحتى الصراحه واخا تزوج على الوالده مسكينه ما دارتش فيه الضد ولا صافي صبرت واحتاسبت وقالت اللهم هذا الراجل هذا يتهلا في وليداتو ولا والو كاع. المهم مسكينه كانت حامله في ذاك الوقيته وما كانتش عايقه براسها باللي حامله الوقيته اللي كانت هذيك جادت. صافي مشات دارت الاجهاض جات جمعت حوايجها ومشات بحالاتها وقالت ليه طلقني. قال ليها براتك غادي توصلك، الوالده تما عرفناها باللي حامله وكانت حملت وحملت بخويا. الوالد فاش عرفها حامله بالولد فرح وعندكها، وكان دائما كيطلب الناس سماحه وكيقول ليها انا ما عرفتش كيفاش وقع لي حتى تزوجت بهاد المسخوطه، راه ما كانش لخاطري، انا كنت كنمشي نخدم ليها في الدار وكانت مره كتعطيني العصير مره الحليب مره اتاي وما عرفتش شنو راه دارت لي فيه. ايوا قالت لي ماشي مشكل عفا الله عما سلف، بداو حياه جديده. خاصة صراحه داك الفتره كانت دازت علينا خايبه وبزاف. المهم بقينا هكذاك الحمد لله الحياه ديالنا غاديه مزيان وبخير وعلى خير حتى وصلت انا للسانكيام. هنا غادي نتعرف على واحد الدري، الدري الصراحة بوبوس وزوين، كان كيحمقني واخا ما كانش كيديها فيا، وكانت المعرفة ديالي أنا وياه سطحية. سلام سلام مس الخير مس الخير كي داير لاباس، صافي هادشي اللي كان بيناتنا. هو كان سبب في واحد القهوة كندوز عليها فاش كنكون غادية للمدرسة، ودائما كيتلاقاني وكيبقى يهضر معايا عادي، يعني بحال واحد كيعرف وحدة كيتلاقاها عادي. هاد الدري هذا تعرفت عليه من خلال واحد صاحبتي، هو صاحب صاحبها يعني داك صاحبتي عندها صاحبة وهذا صاحبه، كان دائما كتقول لي ها انت صاحبتي عرفتك على الدري كي داير زوين وبوكوس وما عرفتيش كاع زعما تلصقي فيه ويخليك تخليه يتصاحب معاك. كنت كنقول لها شوفي انا ماشي من النوع اللي كيلصق في الرجال، انا خص الرجال هما اللي يلصقوا فيا وزيدون انا باقا صغار على داك الشيء. ما كنتش كنعمر راسي بداك الشيء هذاك صراحه، كان عندي طموح باش نقرا، كنت حقيقه باغا نكون شي حاجه زوينه في المستقبل ولكن ما كتبش. حتى واحد النهار كنت كنقرا عادي، كانت واحد الاستاذه شاده معايا الضد وتقولوا انا ربيبتها ماشي التلميذه ديالها، ديما كتنمر عليا وديما حاطه عليا من دون عباد الله. نهار كتغوت عليا قلت لها استاذه بلا ما تغوتي عليا احترمي راسك، الا كنتي انت الاستاذه ديالي انا راني التلميذه ديالك وخصك تحترميني على هاد القبال. قلت لها انت غير حماره الشيطان الدايره، قلت لها ما تقوليليش هاد الهضره، والا كانت شي وحده فينا حماره هنايا تكوني هي انتيا، حيت هاد الاسلوب باش كتهضري به مع التلميذه ديالك راه ماشي اسلوب زوين. ايوا هي هذيك شدت واحد العصا بغات تضربني، شتيت انايا تماطيتها من شعرها والله العظيم الا جففت بها داك القسم هذاك. ناض سروينا داك النهار شافوني الاساتذه شافني المدير كيف ما جا ناض الصداع سمعوا الصداع جا ولقوني شاده فيها وكنمرمد فيها. ما نكذبش عليكم ما ديت فيها داك القصه ديال داك العام كامل الدراسي، راه من البدايه ديال السنه والسيده حاطه عليا. عييت ما نصبر عييت 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 في الاخر شديت عطيتها دكه ديال العصا وقلت فين ما بغات تخرج تخرج. ايوا هي هذيك فاش ناض التروينه صيفطوا الوالد ديالي دخلوا فيها الامن بزاف ديال الروينه وقعت شي 15 يوم وحنا طالعين هابطين، والوالد ديالي مسكين كيرغب ويزوق عليا، ولكن صافي تم الطرد ديالي من المدرسه. واخا حاولنا نديروا استعطاف ولكن ما بغاوش. من بعد قلت للوالد شوف انا واخا يجيبوا لي هاد المدرسه ويحطوها لي على طبقين من ذهب راهي ما نقراش فيها وما نقراش في شي مدرسه وحده اخرى، صافي انا القرايه غادي نضرب عليها مادام ربي سبحانه وتعالى ما بغاليش نقرا اللي ما غاديش نقرا، كون كان عندي نصيب في القرايه ما غاديش يوقع هذا الشيء. قلت ليه زيدون هاد الاستاذه دائما كتنمر عليا، مع كنت دائما كنعاود الوالدي عليها وكنقول لهم الاستاذه ما كتعاملش معايا مزيان وسبحان الله تقولوا محرشينها عليا. صافي نقدروا نقولوا صافي القرايه سالت داك العام هذاك
وليت كنصيف في الدار. مع العلم انا عزيز عليا القرايه، وكنت كيف ما قلت لكم كنطمح نكون شي حاجه في المستقبل، ولكن ماشي مشكل، وما تشاؤون الا ان يشاء الله. صافي حمدت الله وشكرته وجلست في دارنا كنعاون مامتي. ديك الوقيته كانت حملت بخويا الثاني، الحمد لله دازت الامور بخير وعلى خير. هنا الوالد ديالي مسكين غادي تقيس واحد الدقه ما عرفناش واش من الله ولا من العبد. السيد كان صحه سلام، كيمشي يخدم كيجي عادي، حتى لواحد المره ولا كيتشكى لينا غير براسو، اراسي 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 اراسي. الاب ديالي مسكين ما كيهدنش عليه راسو من الوجع. ملي نض مشى للطبيب دار التحاليل دار الفحوصات، مشى عند واحد الطبيب بعدا ديال الراس، عطاه يدير واحد الشبكه، عطاه بزاف ديال يعني الفحوصات يديرهم. بقى تقريبا شي شهر غادي نكتشفوا ان الاب ديالي مسكين عنده واحد الحبه في الراس وقريبه للجهه ديال الودن، وكانت كتعطيه الصداع لودنه والعنق ديالو. ايوا هي هذيك، من بعد ما خسر بزاف ديال الفلوس غير السكانيرات كان كيديرهم بالثمن، وفاش دار التحاليل لقات الدم عنده ملوث، ماشي زعما شي حاجه عنده في الدم ديالو، ماشي هي هذيك، وما كانوش عارفينها شنو هي، كانوا كيقولوا له عندك تسمم في الدم. المهم الوالد ديالي مسكين في ظرف شهرين طاح ولا بحال الخيط، اللي كيشوفو كيتخلع فيه. حنا كنا كنشوفو كنبقاو مصدومين، كنقولوا كيفاش. والله العظيم الا قلت لكم الوالد ديالي مسكين قراع، انا عارفه الناس ديال السرطان راه فاش كيديروا لا شيميو ولا اشعه كيزيل لهم الشعر ديالهم، ولكن الوالد راه ما كان لا كيدير لا شيميو لا حتى شي حاجه، كان مازال ما معروفش المرض ديالو شنو هو، والشعر ديالو تسل. تما عرفنا ان الوالد ممكن يكون عنده السحر. ايوا هي هذيك المهم مسكينه محدوديه، ما كتخرج ما كتدرج ما كتعرف حتى شي واحد. كانت واحد جارتنا الله يكثر خيرها قالت ليها فلانه راه كاين واحد الراقي في المدينه والفلانيه، ونعتت لنا فين كاين وعطات لنا النمره ديالو. قالت لينا انا بنتي ملي كانت صغيره داروا لها السحر، وحتى كبرت بقات كتعاني منه، ومن بعد راه هو اللي الحمد لله فك ليها كل شيء، وراه كيدير غير الرقيه الشرعيه، وكيقرا في الزيت وكيقرا في الماء وكيعطيك تشرب وتدوش. صافي داك الشيء اللي كان. الوالده مسكينه ولات كتخلي معايا خوتي بجوج، وكتدي الوالد كتجري به من راقي لراقي من فقيه لفقيه، فين ما كان شي واحد مسكينه وكيقولوا لا راه مزيان كتديه، ولكن ما كانتش كتديه عند المشعوذين، كان كيدير غير الرقيه. من بعد 5 شهور الوالد ديالي بدا الحاله ديالو كتحسن، ولكن غير كتحسن الحاله ديالو داكشي كيعاود يتجدد له. عرفنا ان الوالد مسكين عنده السحر، وعنده سحر خطير بزاف. المهم ما عرفناش واش داك السيده هي اللي كانت انتقمت منه ولا الله اعلم. هو كانوا طيحوه عدموا شي جوج ديال المرات، وهضروا على فمو قالوا ليهم باللي المره اللي كان زوج بها في الاول هي اللي دارت له، ولكن كيبقى داك الشيء العلم لله، مع راكم عارفين اللي جن كيكذب. صافي هي هذيك الوالد مسكين عانى بزاف. داك الوقيته كانت انا عندي في العمر ديالي 18 سنه، كنت كملت 18 درت انا يا لاكارت ديالي الحمد لله، درت وليقاتي ونوض توكلت على الله بغيت نخدم على راسي ونعاون الوالد، حيت الوالد فاش مرض ولا غير جالس وكان كلشي تابعنا، واخا داك الوقيته الحمد لله كنا راهنين ما بقيناش كارين. ايوا نوض كنقلب على خدمه، واخا الوالد قال لي لا بنتي جلسي بلاصتك ما عندك لا فين تخدمي ولا والو. قلت ليه الوالد انا غير اللي خليني نخدم بلا ما تبقى تقول لي ولا تعرض عليا، خليني نخدم. بقيت كنقلب كنقلب حتى لقيت في واحد الشركه ديال التخص بو، وكنت غير كنخدم في المكتب وصافي، يعني كنسجل المواعيد السلعه اللي خرجت السلعه اللي دخلت، المهم بزاف ديال الحوايج كنت كنديرهم. داك السيد هذاك الصراحه كان مهلي فيا، حيت كان عارف الظروف ديال الوالد، وهو من المعارف ديال الوالد، يعني كان كيعرف الوالد من معرفه قديمه، وكان هو اللي خدم ليه في داري في دار داكشي ديال بلومبي. ايوا هي هذاك خدمني داك السيد، بقى كيتعامل معايا مزيان. وهنا غادي نتعرف على واحد السيد اللي غادي يخرج ليا فاسو، وهو اللي غادي يكون الزوج ديالي. صافي بقيت خدامه مع داك السيد هذاك، وكيف ما قلت لكم التعامل ديالو كان معايا زوين بزاف، وحتى فاش بغى داك السيد يتزوج مشى عنده وهضر معاه، قال لي انا هاد البنت عجبتني واش كتعرف والديها؟ قال لي الله يا ودي راهم والديها ناس مزيانين الله يعمر ليهم الدار، وباها مسكين مريض راه الظروف هي اللي جبرتها تخرج تخدم، اما هي كانت جالسه في دارهم معززه مكرمه. هاد السيد كان شيفور، كان كيجي كيعمر الكاميو ديال السلعه وكيمشي، يعني تا خدام داك الشركه خدام بحالي بحالو. انا ما عمر الصراحه لمح ليا بشي حاجه، التعامل ديالو معايا كان عادي، ولكن فاش هضر مع داك السيد، داك السيد جا عندي وهضر معايا قال لي اسمع فلانه. قلت ليه نعم اسيدي. قال لي فلان والفلاني راه جا عندي وهضر معايا على قبلك. قلت ليه علاش؟ شك لاباس ياك ما كاين شي مشكل. قال لي لا ما كاين حتى شي مشكل، السيد راه باينه له فيك وباغي يتزوج، ودابا راه هضر معايا وقال لي نتشاور معاك
الا بغيتي راه الدري الصراحه هادي شحال هو خدام معنا ما عمرنا ما شفنا عليه شي حاجه ديال الديفو. حاجه وحده اللي بغيت نقولها لك، انا ما كنعرفوش معرفه شخصيه، يعني السيد خدام معايا بحال خدامه معايا انتيا، فاش كيكون في الخدمه راه كيخدم السيرفيس ديالو، فاش كيمشي برا من الخدمه ما كنعرف عليه والو. المهم قلت لي انا حاليا ما عولاش على الزواج، انا الوالد ديالي راك عارف الظروف ديالو مريض، وانا اللي حاليا شاده المصروف ديال الدار داكشي. قال لي انا راه قلت ليه هاد الهضره، وقال لي انا ما عنديش مشكل تبقى خدامه واخا نتزوج انا وياها تخدم ووالديا تعاونهم، ما غاديش نزول ليها انها تعاون والديها، بالعكس حتى انا عندي والديا وعزازين عليا. ايوا صافي قلت لي ان شاء الله يكون خير. خويت لراسي من ديك الهضره نهائيا، ما بقيتش دايرها في بالي، وقلت انا كلشي بالمكاتب خلينا نشوفه، ومن هنا ان شاء الله تما يحن سيدي ربي. بقيت تقريبا شي 7 شهور من بعد هضر معايا داك السيد، وقال لي راه هاد السيد راه باقي لاصق، واش بغي ولا شوفي فكري مزيان، راه دري مزيان ما تفلتيش. ايوا هي هذيك في الاخر جا هضر معايا انايا، هضر معايا فاس 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 فاس، قال لي اختي انا شنو مع العلم ان التعامل ديالي معاه كان في اطار الاحترام وفي اطار الخدمه، ما كانش كيتعدى معايا الحدود نهائيا، وانا بطبيعه الحال كنت محترمه راسي وفرض الاحترام على الناس كاملين. ايوا فاش جا عندي وهضر معايا قال لي شوفي ما تديهاش مني من قله الصواب، انا باغيك على سنة الله ورسوله، شتك طلعتك هبطتك وزنتك مزيان وبنتي لي بنت الاصل ومربي الله يعمرها سلعه، وراني تبعتك ماشي مره ماشي جوج، وبنتي لي انسانه متخلقه وداخله سوق راسك. دابا يا الا بغيتي وجات على خاطرك نجمعوا الشمل ونتزوجوا شنو بالك. قلت له ودي اش غادي نقول لك، انا الوالد ديالي وهادي هو حبسني، قال لي الظروف ديالكم كلها راني عارفها، وراه عاود لي السيفلان عليكم كامل كلشي، وعارفك انت اللي كتصرفي عليهم وانت اللي كتعاوني معاهم، هذا لا يعني انني غادي نتزوج بك وتولي تصرفي عليا ولا نجلسك من الخدمه، راه بامكانك تجلسي تخدمي مع والديك عفوا تجلسي تخدمي وتعطي لوالديك، ما عنديش غرام ديال المشكل، انت غير فكري مزيان وباش ما كان ردي عليا. قلت لي ان شاء الله غادي نتشاور ونرد عليك باش ما كان. ايوا هي هذيك مشيت عند الوالدين ديالي هضرت معاهم في الموضوع، قلت لهم واحد السيد راه طالبني الزواج شنو شنو شنو. الوالد ديالي مسكين قال لي سير بنتي تزوجي، وانا ان شاء الله دابا نروح نوض انا نصرف على خوتك، واش انت غتبقي ديما خدامه علينا؟ قلت لي الوالد انا نخدم عليك حياتي كامله، انا شرطت على هذا السيد انني نبقى خدامه ونصرف عليكم، وهو براسو قال لي الا بغيتي تبقي خدامه وصرفي على والديك كيف هذا النهار كيف غدا. قال لي لا بنتي، المراه ملي كتزوج خاصها تخدم وترد لدارها ماشي تعطي لوالديها. قلت له انتما اولى من داري ومن راجلي، انا غادي نبقى خدامه وغادي نصرف عليكم كيف ما كنت كنصرف شحال هادي، واخا بيني وبينكم داك المصروف ماشي شي حاجه اللي كبيره، شي حاجه على قد الحال وصافي. والوالد حتى هو كان داير بحساب دوير الزمن، وكان مسكين كيخدم وكيخلي شويه زعما الميت لهاد الوقيتات بحال هادو اللي كيكونوا صعبين بزاف في الحياه. ايوا هي هذيك هضرت مع السيد قلت ليه ان شاء الله واخا مرحبا، النهار اللي تعول علمني. قال لي انا عول من غدا غير، وكان قلت ليه شنو؟ قال لي انا والديا ما كيكونوش في هذه المدينه، وانا راني ماشي من هذه المدينه، انا كنكون في المدينه الفلانيه، ودابا ان شاء الله غير نشد الكونجي غادي نمشي نجيبهم ونجي. قلت ليه واخا مرحبا. صافي بقى التواصل ديالي انا وهذا السيد غير في التليفون، كان كيهضر معايا الصراحه صباح وعشيه، وكان دائما كيسول فيا، هو كان كيشد الترونسبور ديالو كيمشي يوزع السلعه على المدن، وكان دائما الاتصال بيني وبينه، الطريق كيشدها بيا انايا دائما اللي زيت ودنينا، وكنهضروا كان كيبان لي انسان مزيان ومنضبط، ما عمرو طلب مني شي حاجه اللي ما هيش، يعني راجل بان لي متخلق مزيان ومن النوع اللي كيعجبني. قلت الحمد لله انا بقيت صابره والحمد لله محافظه على شرفي، وما كنتش كنعطي شي واحد فرصه انه يهضر معايا ولا يتعدى عليا، ها هو ربي جاب لي رزقي حتى انايا. المهم ما جيت نضرب عامين في ديك الشركه حتى كنت الحمد لله دبرت على راسي وتزوجت بهذا الانسان اللي بطبيعه الحال غادي يجيب والدي وغادي يجي يخطبني من عند الاهل ديالي، وجا زعما الصراحه جاب من داك الشيء اللي كيجيبوا كاع الناس اللي كيجيو يخطبوا، وجاب لهم كل حاجه جوج، والديه ناس مزيانين خواتاتو الله يعمر ليهم الدار، يعني يبانوا لي ناس دراوش والناس ديال الوقت، ماشي زعما شي ناس معفرين ولا، هما نفس المستوى ديالنا الاجتماعي، ما عندهمش وما خصهمش. فاش جاو خطبوني حضر السيد اللي كنت خدام معاه خدامه معاه، والصراحه شهد زعما بالنزاهه لا ديالي ولا ديال داك الدري. تفاهمنا على كل شيء، قراو الفاتحه، تفاهمنا على العرس ما غاديش نديروه داك العام، وغادي نديرو غير واحد الخطابه، من بعد عاد غادي نديرو العرس بين ما وجدنا ان شاء الله. داك الشيء اللي درنا، درنا الخطابه ديالنا، عقدنا، بقينا شي 4 شهور عاد درنا العرس. ايوا صافي فاش درت العرس ما نكذبش عليكم، انا ما مشيتش كنت مع عائلته، فقط دوزت معاهم واحد الشهر ونص الكونجي،
روحت عند عائلته. هو كان كاري اصلا، كان كاري في هذه المدينه اللي كنا ساكنين فيها، يعني فين ساكن هو وفين خدام. كان كاري واحد البيت مع الجيران، ولكن فاش تفاهمنا على الزواج كان كرا واحد السفليه. هي ديك دوزت مع عائلته شي شهر ونص، من بعد هزني وجيت بحالتي لداري اللي كانت الصراحه مفرشه على قد الحال وزوينه ما بيهاش. قلت ماشي مشكل، كاع الناس كيبداو بحال ما هكذا، انا ما عنديش المشكل. ايوا هاد السيد غادي يعيشني واحد العام ديال زعما الحب والعشق والغرام. قلت الحمد لله ربي عوضني بالحلال. فعلا بقيت خدامه وكنصرف على والديا. فاش داز عام ما بغيتش انا في الاول الصراحه نولد، ولكن هو بدا كيانسيستي عليا، قال لي بغيت ولادي. كنت كنقول ليه بلاتي عليا، ما عندي ما ندير بالولاد، انا عاد خدامه وكذا وهادي، ولا بقيت تحملت اكيد غادي نجلس من الخدمه، والديا شكون اللي غادي يصرف عليهم. هو في الاول ما كان كيقول والو، ولكن من بعد وليت كنلاحظ له بلي ما كيعجبوش الحال نذكر ليه والديا. اي واحد النهار ناض معايا كطريام قال لي شوف يا لالا، ماشي انت تبقاي ديما حياتك كامله تخدمي على والديك، راه انا بغيت ولادي. في خبرك انا شحال في عمري؟ قال لي لا كنتي باقا صغيره على الولاد، انا راه كبير، انا دابا عندي كدا و30 وانت يلاه في العشرينات، شنو بغيتي نتسنى انا مازال ولا نتسنى والديك حتى يموت وتدفنيهم عاد ترجعي تردي البال لدارك ولولادك؟ فوقاش باغا تولي الولاد انت الا ما ولدتيهمش دابا؟ ايوا هي هذيك. قلت انا السيد زعما علاش نض معايا بهذه الطريقه هذه؟ كان عليه يهضر معايا غير بالادب. قلت ليه شوف حدك تما، ما تهضرش معايا بهذه الطريقه. وزيدون هذا الشيء هذا راه كنا متفقين عليه شحال هادي، وكان الشرط ديالي انني نخدم على والديا، وانت اصلا اللي قلتي لي غادي تخدمي وتبقاي تصرفي عليهم. قال لي اه، ولكن اللي بان لي ان باك عجباتو القصه في الدار وعجبو الصرف ديال بنته. قلت لي اه، با راه مريض وراه تاكلي على الله وعليا انايا، شنو بغيتي نوض الوالد يخدم؟ راه ما قادرش يخدم الوالد ديالي راه مريض. قال لي شوفي الا كان الوالد ديالك مريض انا مريض كثار منه، لهذا لا تخرجي من داك الخدمه، ما بقيتيش غادي تخدمي. قلت لي ما يمكنش نخرج من الخدمه. قال لي لا غادي تخرجي من الخدمه وما غاديش تعاودي مازال تذكريها على فمك. صافي، قال لي انا سحبت كلامي. قلت لي ياك دابا هذا هو الاتفاق اللي كان بيناتنا. قلت لي ما صدقتيش. قال لي انت اللي ما صدقتيش. قال لي على انت ديما تبقي تخدمي على والديك. قال لي شوفي غير دارنا حنايا اصلا ما عندناش وخاصنا بزاف ديال الحوايج، عمرك فكرتي تجيبي تباكيه الكيسان للدار؟ قلت لي على انت شنو كدير باش نجيب لك الكيسان للدار؟ قال لي وعلى بالسلامه والعافيه باك شنو كيدير باش تصرفي عليه وتعطيهم الخصه ديالك كامله؟ قلت لي على هاد القبال انت ما بيكش الدراري، انت بيك الخصه اللي كنعطي لوالديا. قال لي بطبيعه الحال بيا الخصه اللي كتعطي لوالديك. قال لي ماشي انا نعلفك من اللي وانت تعطي لوالديك من اللي. قال لي ما يمكنش. ايوا هي هذيك. قلت لي واخا سيدي، ما قلتي بس انا غادي نسحب، ولكن ما غاديش نسحب الخدمه، غادي نسحبك انت من حياتي. قال لي شنو كتقولي؟ قلت لي كيف ما سمعتي، انا والديا عندي حسن منك انت ب 20000 مره، ودابا خويا اللي جمعنا يفرقنا. قال لي ما قلتيه، يلا اختي السلام عليكم. قال لي ولكن بقى فيا هاد العام ونص اللي جلستي كتاكلي وتشربي فيا فابور، وانا جالس كنخدم عليك بحال الحمق. قال لي كنت تزوجت جوج عيالات وحدين اخرين، وانا جالس كنصرف على وحده دايره بحال البقره، هي كتعلف وكتنعس والولاد ما عندهاش، يا العاقره يا الدايره. قلت لي بزاف عليك تنكون عاقره، وانا الحمد لله من ما ولدتش معاك، والحمد لله على العقر الا كنت عقرت وانا معاك نحمد الله عليه، حيت ما ولدتش مع واحد شماته بحالك. صافي نضنا انا وياه، انا شدني عطاني قتله ديال العصا. شنو غادي نقول لكم؟ مرمدني مشي ديك راليت بيه، ما صبرتش الصراحه انه يضربني، وخصوصا انه طيح ليا واحد السن. جاب الله شديته زعما ما تلفتش داك السن، ديته للطبيب هما عاودوا ركبوه ليا بالطريقه ديالهم. ايوا هي هذيك. الوالد ديالي مسكين ساق الخبر، ما عجبوش الحال وبقيت فيه بزاف. قال لي بنتي راجلك عنده الحق وكان عليك صافي تخرجي من الخدمه وتجلسي في دارك. قلت لي شوف ما عندوش حق يجبدكم بالعيب. قلت لي كان عنده الحق، انا والله ما غادي نضيعه في حقه، ولكن هو ما عندوش الحق. كانت الوالد تجربه فاشله وماشي مشكل، انا غادي صافي نجمع ونطوي معاه. فعلا كنت انا اللي دفعت به الطلاق ودفعت الخلع، ما عندي حتى شي حاجه اللي غادي نتابعوا ليها. سمحت له في الجمل بما حمل، اصلا كيف ما قال هو ما عمرني ما شيت له حتى الباكيه ديال الكيسان، وكنت اللي كنخدمها كنعطيها لوالديا وكنحطها لهم في حجرهم. 100 درهم ديال مصروفي اللي كنت كنخليها هكا الا بغيت حمام ولا فوطه صحيه ولا شي حاجه كتخصني، اما شي حاجه اخرى لا نهائيا، ما كنت كنضيع. بارفا هو الاخر ما عمرني ما شيت له راسي. داكشي علاش انا كنت عزيزه على الوالد، واخا مسكين الوالد ما كانش كيبروفيتي فيا، انا اللي كنت كنخدم وانا اللي كنت كنعطيه، حيت الوالد مسكين كان مريض بزاف وكانت حالته كتشفي، الحاله ديالو كانت مسكينه مسكين متدهوره بزاف. اما الوالده مسكينه حتى هي كانت هزه لي الهم وهزه الهم للوالد.
ايوا صافي طلقت منو رجعت للدار والديا براسي مرفوع، ما عنديش غرام ديال المشكل. اللي بغى يهضر لسانه طويل وياكل به حتى الشوك، انا ما عنديش مشكل. انا اللي كيهمني هما والديا، وانا كنت خدامه بالحلال وبدراعي، حتى شي حاجه ما كتهمني من غير هاد الجوج، خدامه بالحلال وخدامه على والديا. بقيت في دار والديا حتى كملت العده ديالي، ونوض تحزمت وترزمت نخدم على راسي. فاش رجعت لديك الشركه اللي كنت خدامه فيها ديال الترونسبور، لقيت داك السيد ما بقاش هو تما، ولا ولدو بلاصو. هو كان مسكين دار واحد العمليه برا من المغرب، وما بقاش هو اللي شاد داك الشيء. ولدو ما بغاش يخدمني حيت بلاصتي كانت عمرت وما كانش كيعرفني. صافي عرفت ان رزقي بديك الشركه تقطع، خصوصا ان ديك بنادم كان خدام تما. ما بغيتش الصراحه نرجع نخدم، نيت قلت من الخير. صافي مشيت كنقلب على راسي في جهه اخرى، مع كانت عندي تجربه في داكشي ديال الحسابات وداكشي اللي كيدخل السلعه كيخرج. بقيت كنقلب حتى لقيت واحد الخدمه مع واحد السيد عنده واحد الكوري ديال الدجاج كبير، منو كانوا كيوزعوا الدجاج للمغرب. المهم كندبر لي هاد الخدمه غير واحد السيد مسكين كيعرف حتى هو الوالد، وكان الوالد اللي يهضر معاه قال ليه البنت شنو كديرها شنو كتعرف دير الا كان ممكن ولا كانت شي خدمه. وداكشي فعلا داك السيد مسكين ما دازنيش، هو اللي قلب لي على هاد الخدمه. مشيت بديت الخدمه ديالي الحمد لله في امان الله وحفظه، ما كان خاصني حتى شي حاجه، بخير وعلى خير، خدامه على راسي بصالير حسن من هذاك اللي كنت خدامه فيه في الاول. خدامه شاده الحسابات اللي كيدخل اللي كيخرج، كنت معقوله. الحاج اللي كان مول الشي كنت عزيزه عليه، ودائما كان كيشكرني للخدامه ديالو. درت معاه 3 سنين ديال الخدمه، وليت كنعرف كل شيء، ولا كيتكل عليا في الدخله وفي الخرجه. ولكن كان عندنا مشكل واحد، هو ان الجيران ولاو كيهضروا فيا، خصوصا ان داك الحاج مره مسكين كان كيوصلني حتى لضرب الطوموبيل. صافي تما كثرت عليا الهضره، ولاو كيقولوا بنت فلان غير طلقت ولا تعطيها للالا ومالي وتقرقي بسطالي، وكل نهار كيوصلها واحد في شكل. وخا الصراحه ما كنت كندير حتى شي حاجه، كنت بريئه كل البراءه، ولكن الناس ما كتقيلكش وكتبقى حاطه عليك، وديما كيهضروا فيك بالعيب. وخا الصراحه انا ماشي ديال العيب، لا انا لا والديا. صافي ولات كتكثر عليا الهضره، انا ما كنتش كنديها فيهم. الوالد مسكين كان عارفني مربي ومن خلقه، وماشي ديال داك الشيء هذاك. واخا كان كيسمع الهضره بودنيه كان كيقول لي شوف بنتي ما تديها حتى فشي واحد، خدمي على راسك وخلي اللي بغى يهضر هذاك فمو ياكل به حتى الشوك. ودوك الاشاعات كاملين كانت كتخرجهم عليا واحد السيده. هاد السيده كانت جاره ديالنا وكان هزها ربي علينا. كان واحد الوقيته مول الدار كان جرى عليهم وقال لهم انا باغي نبيع الملك ديالي، غادي تخرجوا ليا من الدار. شحال هو كيدعى معاهم باش خرجوا ليه من داك الدار. صافي مشاو رحلوا تهنينا منها، وتا الهضره الصراحه ما بقاتش رايجه كيف ما الاول، حيت هي اللي كانت كدير المستحيل باش تشوه السمعه ديالي. ما كانتش كتحمل فيا الشعره، ما عرفتش علاش، ولكن كانت كرهاني واحد الكره شديد. ايوا هي هذيك. بقينا حنايا عايشين عادي، خدامه على راسي بخير وعلى خير، ما مسوقاش الانسان، واللي بغى يهضر فيا لعام طويل. انا اللي عندي مهم كيما قلت لكم كنخدم الحلال وكنخدم بعرق كتافي وكنخدم على والديا وخدم من عندهم الرضا. هي هذيك واحد الوقيته اللي غادي اختي تخطب وغادي تبغي تزوج. الوالد قال ليها لا تتزوج اختك، قالت لي اختي تزوجت وما جابلاش الله، يعني ما جابلاش الله التيسير، علاش انا تحرموني؟ انا هاد الهضره ما كانش عندي عليها الخبر. حتى جلست واحد النهار مي كتعاود لي، حيت ما كانش عندي الوقت نهائيا. كنت ملي كنمشي مع التسعود للخدمه ما كنجي حتى القريبه العشرة ديال الليل، كانت عندي الخدمه ديالي بزاف. واخا الصراحه انا خصني نخرج مع 6 ديال العشيه، ولكن كنت كنزيد السوايع. الفلوس ديال السوايع كنت كندسهم، كنت كنخبيهم عندي لدوايا الزمان، والفلوس الاخرين كنت كنصرفهم. ايوا هي هذيك حتى داك الوقيته اللي قلت لكم بغات تزوج. الوالد قال ليها لا ربي ان شاء الله يسهل على اختك تزوج وتزوجي انتيا. ايوا جيت انا قلت ليه الوالد علاش غادي تحرمها من الزواج باش انا تنتزوج؟ انا سيدي ما باغاش نتزوج، هاد البنت تبقى حياتها كامله كتسناني، انا راه ما باغاش نتزوج. قال لي شوف بنتي، انت واخا وقع لك مشكل مع الراجل الاول وطلقتي منه هذا بيسهل عليك الله، راك باقا صغيره. وهادي قلت ليها الوالد ما اختلفناش، فعلا باقا صغيره وصافي، مشى الراجل يجيو 20 وانا كبغيت الوالد نتزوج كراني نتزوج. ما علينا داك الوقيته كانوا لاصقين فيا من الخدمه، ماشي غير واحد ماشي غير جوج، ولكن حلفت بحلوفي ما نتزوج بشي واحد، خصوصا اللي كيقول لي لا والديك هما الاولين وهادي وهادي. والله العظيم غير النفاق مع هذاك السيد الاول خلى لي درس في حياتي اللي ما عمرني ما غادي ننساه. صافي نقدروا نقولوا انني فقدت الثقه في الرجال كاملين، واخا يكون شي واحد فيهم صادق وكيهضر بنيته، ولكن انا بيني وبينكم ما بقيتش كنثق بهم. ايوا داكشي اللي كان. قلت ليه الوالد خليها تزوج، الزواج ديالها ما كاين علاش تحرمها. هاد الدري كان مازال ما تقدمش ليها، كانت كتعرفو
كنت درس مع الوالد قالت لي انا كنعرف واحد السيد باغي يتقدم ليا. مع العلم هاد الاخت ديالي كانت كملت الجامعه ديالها وتا هي كانت كتقلب على الخدمه، وهاد اختي ما بينيش وبينها بزاف، كانت تقريبا هي عندها داك الوقيته 23 عام وانا كانت عندي 27. ايوا هي هذيك فاش هضرت مع والديا وقالوا لي لا، درت انا مع الوالد قلت ليه لا خليها تزوج، درت معاه قلت ليه شكون هو هذا، قلت ليه كنعرفو هادي وهادي، قلت ليه صافي قول له يجي. صافي علماتو جا جاب والديه، راجل طيب الله يعمرها، دار اختي تزوجت مشات دار دارها، صافي مشات كتكمل المستر ديالها عند راجلها، سهل عليها الله تاهي خدمت. ولكن بيني وبينكم ماشي بحالي انايا، انا كنت اللي كنخدمها كنحطها في الوسط، اما هي الخدمه ديالها كانت كتعطيها لراجلها، داروا الدار داروا بزاف ديال الحوايج، ماشي مشكل اللي كتمشي في الوالدين ماشي خساره فيها فيهم. ايوا هي هذيك تعاونت مع اختي دارت العرس ديالها الحمد لله فرحنا بها، مشات الدويره ديالها وتنينا عليها. ايوا اختي تزوجت مشات دار دارها، وخوتي كانوا كيقراو قريتو وانا خدامه خدمتي، بقيت واحد المده بحال هكذاك حتى كملنا الرهنه ديال ديك الدار، وتما قررنا اننا نرهنوا شي دار واحده اخرى، مشينا خوينا داك الحومه كامله وما تدينا القدره غير الحومه اللي كانت فيها داك الجار اللي كانت كتبرقق بيا. سبحان الله العظيم من بعد واحد الفراق اللي داز تقريبا شي عامين ولينا تلاقينا احنا وياها وتقريبا في نفس الدريبه، يعني بيناتنا غير شي جوج ديال الدور ولا ثلاثه. ايوا هاد السيده ما كانتش كتحمل فيا الشعره، خصوصا ان داك الوقيته كانت دخلتني الفلوس الحمد لله وليت من ليا براسي، وليت زوينه بيضاء غلاضيت، المهم كنت بخير وعلى خير، خصوصا ان داك الوقت كان شري ليا داك الحاج طوموبيل وكان كيقتط عليا من الفلوس ديال الخاصه ديالي، حيت بيني وبينكم داك الكوري ديال الدجاج كان بعيد بزاف، وكان هو مره كيوصلني هو مره كيصيفط شي حد كيوصلني. بيني وبينكم كنت كنخاف، كنت كنجي حتى لهداك 10:30 ل 11 كنت كنقول الله يستر شي نهار يشدني شي واحد من هادو اللي كيوصلوني تكرفسوا عليا. تما قلت ليه عمي الحاج انا باغا نشري شي طوموبيل، الا جات على خاطرك سلفني شويه. قال لي ماشي مشكل خدالي واحد الطوموبيل على قد الحال، وقال لي كل شهر غادي نقتط على قد القد. صافي داكشي اللي كان، وليت كنمشي ونجي في الطوموبيل من بعد ما دوزت بطبيعه الحال البيرمي ديالي. ايوا السيده غير شافني كندوز البيرمي صافي شلت فيها النار. حنا في الاول فاش مشينا لقيناها تما تصدمنا، مع العلم ما كناش زعما حنا وياها مقبحين ولا بيناتنا شي عاده، ولا حنا الصاد ديالها كان كيوصلنا، ولكن داك السلام وبخير ومس الخير غادي النفاق. وكانت فين ما تلاقاني جايه كتوقفني في النص ديال الطريق، ايوا فين خدامه، ايوا شنو درتي، ايوا مازال ما تزوجتيش، ايوا شنو هادي، وكتبقى كدير ليا لونكيت يجيب لكم الله راني عند البوليس. ايوا صافي ما شافتني كندوز البيرمي السيده بغات تنخر الدم، خصوصا انني البيرمي دوزتو في الكونجي ديالي، حيت ملي بديت نخدم مع داك الحاج ما عمرني ما شديت الكونجي، ونهار شديت الكونجي شديت شهر ونص. ايوا هي هذيك بقيت خدامه على راسي، فاش شديت الكونجي جلست كندوز فيه البيرمي، دوزت البيرمي ديالي نجحت جبت واحد النقطه زوينه. داك الوقيته كنت شاريه الطوموبيل وفيها كنت كنتعلم وكندرب. ايوا السيده ما عجبهاش الحال، وخصوصا اللي عرفت داك الحاج هو اللي شراها ليا بالكريدي، حيت دائما كانت كتسول امي، مع امي مسكينه غير نيه غير اللي كيسولها وكيضحك في وجهها، كانت كتبقى تسربيلو، كانت كتجي عندنا مره مره وكتبقى تجبد اللسان ديال امي على نيتها كتعاود ليها. ايوا السيده ولات عاوتاني دارت ليا الشوهه في ديك الدريبه، كلشي الناس ولاو كيهضروا فينا، صراحه حنا ما كملناش حتى العام في ديك البلاصه فاش سكننا، والناس ولاو كيتغامزوا عليا، هي بنت فلان خارجه هي بنت فلان داخله، المهم كيتناعتوا عليا باليدين، وهادشي كلشي من الحسد ومن الحقد ديال داك الجاره. كنت كتقول لهم انا عارفه شحال هادي واشنو كانت كدير واشنو با شنو كان كيدير. المهم داك الناس ديال دوك البلاصه هادوك ما كانوش اصلا عارفيني، وباش عرفتها هي كاينين شي حوايج داك الناس ما عارفينهمش، بحال الزواج ديال الوالدي كان تزوج وما صدقتلوش المراه، بحال الخدمه اللي كنت انا خدامها وتزوج داك السيد وما صدقليش، بحال السيد اللي كان كيجيبني ويردني، المهم بزاف ديال الحوايج لقيناهم عند دوك الناس اللي الصراحه داك الشيء هذاك ما كيعرفوش الناس كاملين من غيرها هي. وتما تاكدت بلي انها انسانه منافقه بزاف. واحد النهار تلقات لي هكا الطريق يلا جايه من الخدمه، وكنت جايه عيانه كان شي 8:30 ديك الوقيته، هي انا تقديت مع الباب كانت عندي داك الساعه الطوموبيل ضايعه، وكنت كنمشي غير في الطاكسي ونجي في الطاكسي، يعني كنجي غير الترونسبور، كنت كنحاول نجي شويه بكري حيت الطوموبيل كانت عندي في الكراج. ايوا هي تلقات لي ايوا فين الزين ومالك شتك ما وصلك حتى شي واحد هاد الليله، وفين راه الطوموبيل فين راه الكاطكات ديالك، ما كانت عندي واحد الطوموبيل غير خرخاشه، وكانت فاش كتبغي تفقسني كتقولي الكاطكات ديالك. ايوا انا نطلق ليها بواحد اللسان، قلت لها انا على طول الله وعليك ما كتحشميش،
قلت له واش هذاك وجهك ولا قفاك؟ ما كان طال عليه واحد الدم. ايوا تلقاتني بحال درهم الحلال. قلت لها اجي لهنا، بردت فيها غدايدي، الناس داروا علينا الجوق هذاك الليله. راجلها جا بقى كيتهدى عليا، قال لي جمعي راسك ديري هي الفعله. قلت ليه بزاف عليك والهلا يحييك، كون كنتي تحل عينك غادي تشوف شي حوايج اللي انا ما كنديرهمش مرتك كديرهم. قال لي يا بركه من الهضره. فعلا مرتو الله يسمح لي مجبوده كانت انسانه فاسده، وبزاف ديال الحوايج كنا كنشوفوهم عليها ما عمرنا ما هضرنا فيها. كنقولوا العرض ديال الانسان ما يهضرش فيه حتى يتاكد، ولكن حنا كنا مأكدين على انها انسانه ما مزياناش، وكانت كتضرب هنا وليه. ايوا السيد ولا شاد ليا، شاد معايا الضد فين ما كنجي من الخدمه كنلقى واقف فرس الدرب غير انا كنتقد معاه، هو كيبقى بخشيه الهضره. ايوا ما عرفنا واش ساكنين مع ناس ولا ساكنين مع حيوانات. ايوا الله يخليها سلعه. ايوا الله يحش الله ينعل اللي ما يحشم ولا يمرق. كيبقى بشي هضره اللي ما كنتش كنعرف لها انا لا السس من الراس. واحد النهار درت فيه دوره شيطانيه، قلت ليه كريط بركه من الهضره الخاويه، فين ما نتقد معاك كتبقى عليا بحشيه الهضره، اشنو هذا المستوى؟ قال لي انت ليش شنو هذا المستوى؟ اش هذا الوقت اللي كتدخلي فيه لداركم؟ سيري شوفي راسك شنو كديري. قلت لي شتي انا الشماته؟ داكشي اللي كنديرو انا ما كديروش انت اللي راجل. قلت لي انا كنمشي نخدم على والديا وكنعرق عليهم، وانت اللي جالس مقابلني انا وحاضيني. المهم السيدة عطيتها درس، ما بقاتش كتهضر في جرتي حيت عارفاني غادي نفرش لها الدواسه. الراجل اللي عيرت ليه مرتو ما عجبوش الحال وبقى شاد معايا الضد. ايوا فين ما نجي بقى عليا بحشيه الهضره، فين ما نجي بقى عليا بحشيه الهضره. واحد المره يا البنات لويت واحد القط على يدي، كانت عندنا واحد المشجله، كنت مره كنخدمها مره كتبقى هكا غير محطوطه. المهم داك البريز ديالها راكم عارفين داك الكابليات ديال المشجلات شحال قاصحين. ايوا كنت موجده جايه من راس الدرب كيبان لي الهيه، شديتو كنت لاويه في ساكي جبدتو درتو هكا معجبني جنبي وجيت غاديه. ايوا هو بدا كينقح ليا وكيهضر شي هضره اللي خاويه. وعليت يدي تعليته وكنشحط معاه ستراف تسمعت ديك الضربه. هو ما عرف راسو باش تبلى وما عرفش الضربه منين جاتو. قلت ليه مره اخرى تحل عليا فمك، راه اللي غادي تشوفو مني راه ما غاديش نقولو ليك. ناض بغا يتشد معايا، ناضو الجيران. المهم شي كيفرق، هو باغي يتشد معايا باغي يضربني وانا عليه بداك اللقط. ضربه كتجي فيه وضربه كتجي في الناس اللي كيفرقوا، حتى الناس الاخرين صافي مابقاوش كيفرقوا، خافوا على راسهم. واحد مسكين جاتو واحد الضربه في الوجه ديالو، والله العظيم الا شي شهرين وداك الضربه عنده لي طراس ديالها في الوجه، تبقات كتزول شويه بشويه. كنت مشيت للدار وديت ليهم السكر والحليب وطلبت منه رغبته باش زعما يسمح ليا، حيت داك الضربه ما كانتش مقصوده عليه، كنت غادي نضرب بها داك الشماته. ايوا هي هذيك السيد ولا شات لكم معايا الضد. ناض مشى كيذكر لي بيا، قال لهم ضرباتني. ايوا قالوا لي واش بالله عليك المراه كتضرب الراجل؟ مشيت عندهم قلت لهم شوفوا انا ها شنو كاين، ها شنو كاين، ها شنو كاين، انا راه هذا باغا نرفع عليه دعوه ديال الطعن في الشرف. غادي نشوفوا انا فاش كنخدم وغادي نشوفوا هو شنو كيخدم ومرتو شنو كتخدم، ونشوفوا شكون اللي قليل العرض وقليل الشرف فينا، واش انا ولا هما. البوليس الصراحه مساكن وقفوا معايا حيت شافوني مظلومه وغير كنبكي، سولوا عليا، سولوا على الخدمه اللي كندير، وعرفوني انني انسانه معقوله بزاف وخدامه غير على الوالد مسكين اللي كان مريض وشاد الفراش. المهم ما خلاولوش، والله العظيم الا كانوا غادي يدخلوا للحبس، ولكن انا نتسلت له على ديك الدعوه. قلت لهم صافي انا سامحه له، غير مره اخرى ما يبقاش يتعرض ليا، مره اخرى يهضر معايا راه ما غاديش نتفاهم معاه. ايوا السيد صافي من تما جمع يديه ورجليه وفمه، مابقاش كاع كيهضر في جرتي. واخا كنت كنلقاه واقف غير كيشوفني الصراحه هو كيقتصص ويزيد مع الطريق، والله العظيم الى البلاصه اللي كنت كنعمرها هو كان كيخويها. بقيت واحد المده حتى لواحد الوقيته اللي غادي نمرض. اش غادي نقول لكم؟ جاتني واحد المرضى اللي خايبه، ما عرفتش واش داك الميكروب ديال داك الدجاج، حيت كنت كندخل لداك الكوري كنحسبو الدجاج راكم عارفين، دخل السلعه خرج السلعه، ما عرفتش واش قاسني شي ميكروب في حناجري ولا، كنت حاشاكم كنت نخم غير الدم حناجري لدرجه انهم صافي تجرحوا بداك التنخيمه اللي كانت فيا، شدتني واحد التنخيمه بحال الحساسيه. ايوا بقيت كنستعمل بزاف ديال الادويه، ما بقيت لا كنخرج ولا كنضرج. ايوا السيد غير ما بقاش كيشوفني داخله وخارجه، وكانوا كيجيو الناس اللي كانوا خدامين معايا مساكن كيشوفوني كيمشيو بحالاتهم. ملي بدا كيسول ويبحث عرفني انني مريضه. ايوا حتى لواحد النهار جاب مراته جايين باش يطلعوا عليا، جايبين السكر جايبين الحليب، المهم ما خلاو ما جابوا، وجايبين طالبين السماحه. الوالد ديالي مسكين راجل مسامح، قال لهم الله يسمع علينا وعليكم. امي كذلك ما قالت والو، اما انا كذبش عليكم جريت عليهم من الدار. قلت لي انت اخر واحد انت وهاد الكلبه ديالك تجيو تطلعوا عليا. قال لي اها شاد الهضره.
قلت لها هذه اقل حاجه ممكن نقولها في مراتك حيت هي اللي خرجت عليا الاشاعات. قلت لها حساب لك راني نسيت عليك داكشي اللي كنتي خرجتي عليا في الحومه الاخرى، كاع الناس ولاو كيهضروا في العرض ديالي. قلت لها اشنو بيني وبينك، اشنو انا درت لك؟ بقيت كنحط ليها شي حوايج فوق الطابله اللي راجلها بقى مصدوم من جهتهم. سيده صافي قالت لي سكتينا وصافي حنا جينا غير نطلعوا عليك، ما دير خير ما يطرابس. قلت لها الخير اللي ديري سير اختي جمعي رجليك وما تجيش عندي باش ما يهضروش الناس بك، ياك انا غير وحده ديال الزنقه علاش جايه عندي؟ ايوا هي هذيك جيت عليهم من الدار بالعوين، ولكن راجلها داك الهضره ديالو بحال دخلت ديالي دخلت معاه الصاد وما بغاش يمشي غير هكاك ويسمح زعما في داك الموضوع هذا كيسدو. صافي داك الساعه كانوا مشاو بحالاتهم، لغدي رجع عندنا غير هو قال لي انا عارفك معصبه وعارف داكشي اللي قالت فيك مرتي ما مزيانش، وانا فعلا داكشي اللي كانت كتعاود لي عليك مرتي هو اللي خلاني انا ناخذ عليك نظره خايبه، ولكن شنو شايفه على مرتي وشنو زعما سامع على مرتي؟ قلت لي شوف انا ماشي من عادتي نهضر على الاعراض ديال عباد الله، ولكن مرتك شنو كدير واشنو كدير واشنو كدير؟ عاودت ليه كلشي عليها حيت حنا كانت حنايا كان عندنا شي حوايج عليها اللي راجلها اصلا ما كانش عارفهم، عارف راسو مرتوب اللي فازة، وكان دائما كتدخل عندها واحد مول الحانوت كانت كتجيب عليه التقضيه اللي عجبها وفاش كتلقى الغفله كتدخل، وكاع الناس كانوا عارفين هاد القضيه غير هو مسكين كان حاضيني انا وناسي مراته. ومعه هو كان وقع له واحد المشكل في صحته وكان جلس واحد الايام حيت هو كيخدم عسكري وما كانش كيكون تما في ديك المدينه، كان كيكون في الصحراء وما كانش الصراحه مسكين قادر يخدم، وكان دار داك التقاعد النسبي داك الوقيته اللي ما لقاتش كيفاش دير تخدم وتدبر على راسها ولات كتهضر بناس عباد الله. صافي السيد ولا جالس في الدار هي ما بقاتش كدير شي حاجه، ولكن كانت كدير العجب المتعجب. السيد ما دار التحريات ديالو بقى كيسول كيسول، فعلا لقى مرتو كانت كتخون ولكن هو ما عمره ما كان عنده الخبر. والمشكله والطامه العظمى ان كانت عنده معها بنت ولد، فاش دار لهم داك التحرير ديال لادين لقاهم ماشي ولادو وهي هالبنات. واحد الشوه واحد الفضيحه كانت وقعت، راه كان قتلها ضربها بواحد الزروه راسها طيحها، جاب 3 شهور كوما ما بقاتش كتتحرك 3 شهور، وطلعها من المحاكم والمخزن للسبيطارات. داك الدراري بقاو مساكن خلا، انا عارفه انني انا السبب في هذا الشيء، ولكن اخواتاتي هاد السيده تعدات عليا بزاف وتجاوزت الحدود، راه البنات عاودت لكم غير شويه، اما هما الناس كانوا كلهم كيتنعتوا في عليا باليدين، مطلقه وكدير ومتصاحبه مع الحاج وكيجيبها وكيديها وكيعطيها ووالدها لها الطوموبيل وكتدخل على باها الرجال. انا ما عمر شي واحد قاسني بصبعو الصغير درجلو وتجي هي ترد فيا داك العجب، وهي هو داك الشيء اللي كتردو فيا راه فيها هي، وهي كان خص ضروري اللي يفضح داك الشيء اللي كانت كدير. المهم نات واحد الروينه، واحد الروينه اللي نقول لكم راه وصلت الاخبار والجرائد كلشي الناس ولاو كيهضروا عليها وكانوا نشروها حتى في الفيسبوك. المهم جات 3 شهور في كوما، صافي ملي فاقت هو خدا العقوبه ديالو السجنيه حيت كان غادي يقتلها، ولكن من بعد كانت هي تنازلت ليه حيت صافي لقات راسها غلطه وبزاف، وكان كيهددها كيقول ليها الولاد ماشي ولادي ولا بقيتي حتى زعما ما تنازلتيش على الدعوه راه غادي ندير ونفعل ونترك راه غادي تدخلي للحبس، وهاد الدراري غيبقاو متشردين. صافي من بعد دمسو هي وياها القضيه، هزت ولادها وغبرت ما بقاش الاثار ديالها كيدور، هو بقى عايش في داك الدار غير بوحدو. هذاك الوقيته كان غير كاري، ولكن من بعد كان هز رحيلو ومشى، حنا ما عرفناش فين مشى. ايوا صافي فاش السيد غبر ما بقيناش عرفناه فين مشى، ما كنتش كنديها فيهم نهائيا. انا الحمد لله غير رجعت صحتي شويه رجعت للخدمه ديالي عادي. من بعد طلقنا داك الدار ومشينا شفنا واحد الدويره وحده اخرى حتى هي رهناها. ايوا تما فين جا السيد كيقلب عليا بالحومه ما لقانيش، قالوا لي شي ناس راه كان كل نهار كيجي يسول ولكن ما لقانيش. من بعد ملي بدا كيسول يسول صافي تلقى فين لقاني فين ساكنه، مشى حتى للبلاصه فين كنت خدامه وبدا كيسول عليا تعرفني فين ساكنه. جا عندنا واحد النهار حتى للدار، جا الصراحه محمل مجمل. السيد خلعنا فاش شفناه ما عرفنا باش تبلينا، خصوصا انه جا في النهار اللي ما كنتش انا خدامه فيه. ايوا هي هذيك فاش جا رحب به الوالد دخلو، انا الصراحه ما ديتهاش فيه السلام السلام. هي هذيك قال لي فين غبرتي وكذا، وهذه قال لي اودي شنو شنو. بدا كيعاود لينا على ان شنو دار مع مرتو، والنهار اللي صافي ضمصوا القضيه هو وياها مشات هي بحالاتها وتا هو بدل البلاصه، مشى دار واحد المشروع كان عنده واحد البركه ديال الفلوس ولا خدام على راسو وراه كاري واحد الدويره واشنو واشنو. ايوا حنا قلنا راه هي زياره عاديه وصافي، ولكن من بعد غادي يطلب مني الزواج. انا صدمني قلت ليه واش حماقيتي ولا تسطيتي؟ قلت ليه انا ما نتزوجش واخر واحد نتزوج به هو نتايا. قال لي علاش واش ما عمرتكش العين؟ قلت ليه اول حاجه ما كتعمرليش العين، ثاني حاجه هضرتي فيا بالسوء وسمعتيني العيب،
ثالث حاجه، انت اصلا كنتي مزوج بالعدو اللدوده ديالي اللي خرجت عليها الاشاعات، لهذا انا ما غاديش نتزوج بك. وحتى الا انا قبلت نتزوج بك مثلا وتزوجت بك وحنا تزوجنا وجمعنا الشمل، من بعد غادي تولي تعاني بداكشي اصلا اللي ما فياش. بقى كيطيح لي على رجليا ويرغب ويبوس ويسلم على الوالد على راسه ويقول لي يا عمي ها العار، انا راه باغي بنتك والله ما عمرني جبت عليها شي كلمه ديال العيب، بالعكس راني سولت عليها وكاع الناس هضروا فيها غير بالخير، وداكشي هادوك غير اشاعات وصافي الناس راه كتنسى. واصلا دابا البلاصه اللي راكم ساكنين فيها كاع الناس عارفين عليكم انكم ناس معقولين، وكا كان شي حاجه غادي يقولوها لي الناس اللي سولتهم عليكم، وراه مشيت حتى للخدمه ديالها وسولت عليها وقالوا لي انسانه معقوله بزاف. ايوا السيد بقى شابط شابط فيا ما نكذبش عليكم، وكرهني فشي حاجه سميتها الرجال، كل نهار كيتعرض ليا كيقول لي ها العار اللي بغيتيها انا معك، قولي لي نذبح راسي قدامك نذبحو غير قبلي تزوجي بيا. ايوا شنو غادي نقول لكم البنات، في الاخر ملي لقيت السيد لاصق فيا، الوالد ديالي قال لي بنتي سيري تزوجي عمري على راسك، راه ما تعرفي المكتب هو اللي كيتصرف، ما عندك ما ديري. ايوا قلت ماشي مشكل غادي نعطيه فرصه ونشوف. فعلا عطيته فرصه، بقيت كنهضر معاه تقريبا مده ديال عام، كل مره داياه بوخا حتى الغدا حتى البعدو حتى الشهر الجاي حتى العام الجاي، صافي تلقيت السيد صافي طايح فيا الطيحه ديال بصح وباغيني. وشحال من مره كنت كندير شي خساير زعما غير باش يهضر، ولكن ما عمره ما هضر. كان داك السيد مره مره كيوصلني للدار ديالنا، وخا الصراحه كتكون عندي الطوموبيل مصاوبه كنقول لهم حكا ضايعه، غير باش يشوفني انه هذاك السيد كيوصلني مع هذا، ولا الخدمه ديالو هي انا، سمح في المشروع سمح في دارو في كل شيء، ولا حاضيني انايا غير حاضيني من البعيد زعما، ماشي كيهضر معايا ولا كيقول لي علاش مشيتي ولا علاش جيتي. الهضره كنهضروها انا وياه في التليفون، كنقول لي علاش ديما حاضيني، واش ما عندك ما يدار من غيري انا، كيقول لي شوفي انا ما عنديش في الدنيا من غيرك انتيا، وانت هي حياتي وانت هي الكل في الكل. الصراحه الكلام ديالو كان كيعجبني والله العظيم، الا قال لك المحبه راه كتجي من بعد عداوه، راه فعلا المحبه كتجي من بعد عداوه، راه من بعد ما كان العدو ديالي ولا هو الحب ديالي هو حياتي. بقيت تقريبا كيف ما قلت لكم شي عام صافي، جا خطبني من عند والديا، جاب داكشي اللي قسم الله، درنا الحلال عقدت انا وياه، ولكن العرس قلت ليه ما غاديش ندير العرس دابا، قال لي علاش، قلت ليه حيت انايا باغا ندير الوالد واحد العمليه، حيت الوالد مسكين داك الحبه اللي كانت عنده في راسو كان ضروري خصو يدير ليها الاستئصال، حيت الوقيته اللي كنبغيو نزولوها له كيمرض بزاف وصافي كياجلوا داك العمليه، داك العام كان ضروري خصو يدير داك الحبه يحيدها حيت كانت كتزاد. وصافي درت للوالد مسكين العمليه داك الفليسات اللي كنت جامعه، صراحه حتى هو كان تعاون معايا. ايوا هي هذيك، من بعد الوالد ديالي ولا الحمد لله كيتشافى شويه بشويه، فاش بدا الوالد ديالي كيتشافى الام عاوتاني غادي تطيح وغادي تمرض مسكينه بالكلاوي، ولات كدير التصفيه ديال الدم، وكذلك كان كيتعاون معايا عليهم. ايوا صافي ملي لقيت الراجل زعما راجل طيب وبعقله وقف معايا في السراء والضراء، وبقيت مجرجاه معايا شحال، وليت انا توكلت على الله وقلت ماشي مشكل نوض نعمر على راسي مادام هاد السيد باغيني وحامق عليا. ايوا حتى هو الصراحه ولد الناس وما ضيعوش سيدي ربي، كان الوالد ديالهم توفى وكان عندهم شي ورث كان عندهم في المحكمه، كان عندهم عليه المشاكل بزاف، خصوصا واحد الارض اللي كانوا خوتو ما بغاوش يبيعوها، وكانت جايبه واحد الثمن زوين وكانت في واحد الموقع زوين. ايوا من بعد بداو كيدعاو يدعاو حتى صافي قسموا داك الورث ديالهم، وجات واحد البركه زوينه في الحق ديالو، مشى خدا واحد الشقه في السكن الاقتصادي فرشها ليا على دوقي، من بعد درنا العرس ديالنا. هي درت العرس ديالي وانا نحمل، صافي في داك الوقت الوالد ديالي مسكين تقعد شويه وما بقاش مريض كيف ما كان، وحتى الخدمه ولا كيديباني شويه هكا وهكا، وحتى انا ما دزتش الوالد، هذاك السيد اللي كنت خدامه معاه بقى خدامه معاه لحد الان، عطاني كونجي ديال العرس ديالي فاش تزوجت. من بعد فاش تحملت جاني الحمل الحمد لله مزيان، كنت شديت كونجي غير شويه ووليت خدمت الخدمه ديالي حتى تقلت، وبقات ليا شهر ونص على الولاده عاد ريحت في الدار، وكنت الخلصه ديالي نصها كنعطيها للوالد ونص الاخر كنزيدو في راسي، ما كنت كنجيب ليه حتى شي حاجه، كنت كنجيب به داكشي اللي خاصني انا ووليداتي، يعني ما لحد الان خدامه وما كنصرفش قليل فاش كنبغي نتفوفر عليهم هكا بشي حاجه، مثلا نجيب شي حاجه ديال اللحم ولا شي حاجه ديال الدجاج ولا، اما باش نصرف على الراجل نهائيا ما كتجينيش هاد الفكره، وتا هو الصراحه ما كيطمعش فيا. دوزت مع هذا الراجل تقريبا عام ونص، حملت المره الاولى ولدت الحمد لله وحملت موراها، داك الساعه كنت شويه كبيره كنت كنقول انا بغيت وليداتي، ماشي تشمت في الحماله ولا، بالعكس انا اللي بغيت نولد وبغيت نولدهم زعما قد قد، وقلت وليداتي يكبروا معايا حيت انا كنت وصلت لواحد السن.
ايوا كنت كنخلي وليداتي مع الوالده مسكينه هي اللي كانت كتقابلهم ليا. فهاد الفتره هادي اللي كنا عايشين فيها مزيان وبخير وعلى خير، ولدت وليدي الاول حامله بالبنت الثانيه، ايوا السيده غادي تبان في حياتي، جارتي اللي كانت عدوتي سيدة جات عندي واحد النهار بهدلاتني وما خلات ليش بالمعياء، وقالت لي كنت عارفاكم دايرين خطه وباغيين تقلبوا عليا الفيستا، وراكي درتيها عليا بالعاني، وراه هو اصلا دارها بالعاني، ويا الدارين ويا الفاعلين، المهم ما خلات ليش بالمعيار. انا ما نكونش من العكزات، شديتها شتفت عليها والله العظيم الا كانت باقا الحرقه ديالها في القلب ديالي، وما عمر داك النار طفات حتى لديك النار اللي غادي نشدها وغادي ندخلها عندي وغادي نسد عليها وغادي نجلس عليها وبقيت عليها هكذا على هكا، هذه الضر هذه تصنع تصلح هذه تنفع. من بعد شديت واحد المصدرت به واحد الجهه في يدي، عضيت راسي واحد جوج عضات مزيانين في يدي، ومن بعد قطعت عليا حوايجي وعيطت للبوليس. ديك الوقيته ما كانش راجلي في الدار، عيطت للبوليس قلت لهم الهاجم يموت الشرع، راه السيده هجمات عليا واشنو، انا راني غير دافعت على راسي، راه اش دارت ليا اش دارت ليا، راه بغات تقتلني بالسلاح الابيض. وكنت شديت لها الموس وحدرت لها في الكف ديالي يديها مزيان هكا باش بانوا فيه البصمات ديالها، وقلت لهم ها هو السلاح الابيض باش السيده بغات تقتلني. شهدوا فيها الجيران وقالوا باللي هي اللي جات هجمه عليا مع داك البلاصه حنا اللي كنا ساكنين فيها، الناس ديالها كاملين كانوا كيشهدوا لينا زعما باللي حنا ناس مزيانين، وفعلا حنا ناس مزيانين وما عمرو سمعوا علينا الكلمات ديال اللعب. قالت لهم قالوا لهم راه هاد السيده هي اللي تهجمت على هاد الناس، راه هاد السيده حنا ما كنعرفوهاش، وراه جات كتهجم وكتهضر الهضره القبيحه وهي اللي دخلت على السيده. صراحه انا جات عندي البابي شديتها دخلتها وبقيت عليها دق 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 دق، عطيتها والعاطي الله. ايوا خليتها كتطلع وتهبط في المحاكم، الحمد لله تهنيت منها، حاليا عايشه انا ورجلي بخير وعلى خير وما خصنا حتى شي خير. حتى الوالد ديالي مسكين تعاوننا معاه وخدينا لواحد الدويره في السكن الاقتصادي، واخا مازال ما كملناهاش بالخلاص، ولكن على الاقل قربوا عندي. امي مسكينه كتشد ليا وليداتي وانا كنخدم، ومازال لحد الان كنصرف عليهم وهزاهم. طريف كنخليه لوليداتي، دواز الزمان راكم عارفين، وطريف كنعطيه الوالديه. ما عندي حتى شي مشكل مع الزوج ديالي، واخا مره مره كيوصلنا السهد ديالها، وشحال مره شافوها الناس داخله للعماره، ما عرفت واش كتبغي تسحر ليا ولا الله اعلم، ولكن انا والله العظيم ما كنديها فيها. متبعه صلاتي والاذكار ديالي مهليه في راجلي وفي وليداتي، الحمد لله حاليا ما عندي حتى شي مشكل. كنتمنى ان شاء الله البنات يدعيو معايا باش ربي يبعد عليا شرها وله لي يصرفها فيا ولا في وليداتي. عارفه داك السيده حاقده عليا بزاف، الله يبعدها ليا قد ما بعد السماء على الارض. شكرا لك اختي امينه، وشكرا للمتتبعات ديالك، الله يجازيهم بخير، وكنتمنهم كاملين يدعيو معايا، وحتى انا غادي ندعي معاكم ونقول لكم الله ينصركم على من عداكم. شكرا لكم كاملين والسلام عليكم. وكما ورد على مسامعكم الطيبه خوتي خواتاتي مستمعيني مستمعاتي، القصه ديال هاد الاخت هذه اللي عاودتها لينا بالحذافير ديالها، وياها البنات شوفوا المكاتب كيفاش كتصرف. هاد الانسانه بقات كتحك كتحك على الدبره حتى سيلت الدم، وفي الاخر جابتها غير في راسها هي. اما انت ربي نصرك عليها الحمد لله، هذه هي الاخيره ديال الناس اللي كيهضروا في الاعراض ديال عباد الله. والانسان راه خصو يستر، الا شاف شي حاجه يسترها، لان الله ستار حليم يحب الستر. الله يبعد علينا وعليكم ولاد الحرام وبنات الحرام، تهلاي في راسك وتهلاي في وليداتك وتهلاي في صحتك. اهم حاجه كيف ما قلتي تبعي الاذكار ديالك والصلاه ديالك في الوقت والادعيه، الله يبعدها عليك. هي راه جنات على راسها، داك الراجل اللي كان عايش معها بالنيه راه كانت هي بنت الحرام وربي هو فضحها. المشكل ماشي هادشي، انا كيبقاو فيها غير الوليدات اللي كيكونوا مساكن بارئين وهما اللي كيلقاو المشاكل. دابا بحال هادي من ما عرفت منين لقط دوك الاولاد نسبتهم لواحد الراجل، من بعد ربي فضحها كيفاش غادي يكون المصير ديال دوك الوليدات. اما هي راه اللي فيه شي لولا راه تبقى فيه وصافي، الله يهدي الجميع والله يعفو على الجميع. هذا الشيء اللي كاين. شكرا لكم اخواني اخواتي، شكرا للناس اللي متبعيني في قناه سمح حكايتي رسميه وكذلك الثانيه وامينه ستوريز. ما تنساوش تدخلوا القنوات، واخا الصراحه هذه شحال ما حطيت لكم فيهم مي غتلقاو فيهم قصص الا كنتو باقي ما شفتوهمش شوفوهم. شكرا لكم جزيلا، ما سخيتش بكم، وبغيت نقول لكم على الرقم ديال الواتساب اللي تبدلوا اللي غادي يكون هنايا في الشاشه. بطبيعه الحال مازال ما حافظاش فاش نحفظو نبقى نقولوا لكم باش تبقاو تسجلوا عندكم، مي غادي تلقاو دابا هنايا في الشاشه مسجل. شكرا لكم كاملين، مبروك عواشركم، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.